هذه هزيمة الدولة وفشل ذريع في مواجهة التيار الإسلامي. توالت تصريحات كهذه في فرنسا تندد وتحذر من مغبة استقالة مدير مدرسة ثانوية من منصبه بعد أن تلقى تهديدات بالقتل إثر شجار مع تلميذة طالبها بخلع حجابها. أصداء هذه القضية تجاوزت المحيط المدرسي لتتحول إلى قضية دولة عقب إعلان الحكومة رفع دعوى لمقاضاة التلميذة. مشاهدينا، فصول هذه القصة تعود إلى نهاية شهر فبراير شباط الماضي، ومسرح الأحداث هو مدرسة موريس رافائيل الثانوية الواقعة في شرق باريس، وهي مدرسة هادئة نادرا ما تتصدر عناوين الأخبار محليا. تغيرت الأمور عندما طالب مدير المدرسة 3 طالبات بنزع حجابهن داخل ساحات المدرسة والالتزام بالقوانين التي تحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في المؤسسات التعليمية. تقول التقارير إن طالبتين استجابتا لطلب المدير، لكن الثالثة أبت الامتثال للتعليمات، مما تسبب في مشاجرة دفعت الطرفين لاحقا لرفع الشكاوى. طبعا حظر الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية في فرنسا سنة في 2004 ويتعلق بكل الأديان، لكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم يواجه بانتقادات واسعة ممن يرون أنه يحد من ممارسة الحرية الدينية، وأيضا من مسلمي فرنسا الذين يرون أنه يستهدفهم على وجه الخصوص. مشاهدينا، في الأيام التي تلت الحادثة هذه أصبح المدير هدفا لتهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق بتهمة مضايقات إلكترونية. وبعد نحو شهر أعلن مدير المدرسة الذي لم يتم الكشف عن اسمه استقالته في رسالة إلكترونية وجهها إلى زملائه، يقول: لقد اتخذت أخيرا قرار الاستقالة من مهامي حرصا على سلامة الشخصية وسلامة المؤسسة. أغادر بعد 7 سنوات أمضيتها إلى جانبكم وبعد 45 عاما في التعليم العام. بعد إخطار وزارة الداخلية بالتهديدات التي تلقاها المعلم، تم إرسال دوريات الشرطة لتأمين المدرسة، كما أعلنت النيابة العامة في باريس إيقاف شخصين وفتح تحقيق في التهديدات التي تلقاها المدير بالقتل عبر الإنترنت. ولم يتم الكشف عن هوية الشخصين، لكن وزارة التعليم قالت إنه لا صلة لهما بالمدرسة. استقالة المدير المبكرة أمام التهديدات أثارت موجة من الاستياء في صفوف الطبقة السياسية الفرنسية، وأمام موجة الغضب المتصاعدة تدخلت الحكومة الفرنسية على الخط لتعلن رفع قضية ضد التلميذة. لكن لماذا قررت فرنسا مقاضاة الطالبة؟ في شكواها اتهمت الطالبة المدير بإساءة معاملتها في أثناء المشاجرة، وقالت لصحيفة لو باريزيان الفرنسية إنها تعرضت لضربة قوية على ذراعها. لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن رجال الشرطة لم يجدوا دليلا على أن مدير المدرسة ضرب الفتاة بالفعل. استدعى الأمر تدخلا من رئيس الوزراء جابرييل أتال، الذي أكد أن التلميذة ستواجه إجراءات قضائية في المحكمة بتهمة تقديم ادعاءات كاذبة. يقول إن الدولة ستقف دائما مع هؤلاء المسؤولين، أولئك الذين هم على خط المواجهة للتصدي للانتهاكات التي تطال العلمانية وأي محاولات لدخول الإسلاميين إلى مؤسساتنا التعليمية. مشاهدينا، تأخذ فرنسا هذا النوع من التهديدات على محمل الجد، خاصة أن الحادثة أعادت للأذهان قضية مقتل معلم التاريخ سامويل باتي الذي قتل خارج مدرسته عام 2020 على يد شاب شيشاني بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال نقاش في الفصل حول حرية التعبير. وقتلت الشرطة المهاجمة فيما أدانت محكمة أحداث فرنسية 6 مراهقين للإدلاء بشهادات كاذبة تسببت في تأجيج حملات ضد المعلم
وقد شيعت فرنسا باتي في جنازة رسمية وشعبية حضرها آنذاك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت. على مواقع التواصل الاجتماعي عبر سياسيون من اليسار واليمين عن غضبهم من انتهاء مسيرة المعلم بسبب حملة كراهية على الإنترنت، فيما تباينت آراء المغردين الذين انتقدوا تعامل السلطات. مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد تقول إنه أمر غير مقبول. عندما هذه ليست تغريدة مارين، يبدو أن هذه تقول قانون مكافحة الانفصالية الذي كان يفترض أن يركع الإسلاميين يبدو أنه لا جدوى منه، هذه الحكومة غير قادرة على حماية مدارسنا. أما بوريس فالو من الحزب الاشتراكي فقال إنه أمر غير مقبول، عندما يتنحى مدير مدرسة بسبب تهديدات بالقتل فهذا فشل جماعي. أيضا تدوين من حساب زول يقول إنه مقيم في كندا ويعلق على الموضوع قائلا: الدولة ضد تلميذة يتساءل، لم أرى ولم أسمع أبدا بمثل هذا الأمر من قبل. تدوينة أخيرة من مغرد يسمي نفسه بي بي إكس يقول: لقد استقال المدير، الدولة لم تفعل شيئا، أنتم جبناء.